أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وصباحكم طاقة إيجابية مثل ما قال زميلتي همسة. وراح نطالع معكم الأبراج الصباحية لهذا اليوم، واللي حودناكم دائما نكون من الحمل حتى الحوت. اليوم نتحدث عن فترة الحمل والجانب المهني. يوم مميز راح يسلط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، لعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديرية لجهودك العاطفة. طبعا إذا كنت اليوم عازب، اليوم راح يكون جدا ملائم لإعادة النظر في استمرارية عزوبيتك، أو أنت مقبل على مرحلة مهمة من حياتك. طبعا لجانب الصحة اليوم راح يكون ما تكون من أصحاب القرارات الضيقة، طبعا سيما أنه ربما حين يكون الموضوع يتعلق بوضعك الصحي، حاول أنه تنتبه لهذه الفقرة. وإلى مولود الثور اليوم من الجانب المهني، عليك أنه تهتم أكثر بتفاصيل عملك. أنت اليوم أمام العديد من التحديات، وطبعا هذه هي المواجهات الشرسة اللي وضعتك في الصدارة أو في الأمام. اليوم إلى العاطفة راح تعيش أيام كما ما فوتت الفرصة حتى تستفاد من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك. هو يحتاج إلى عطفك وحنانك. وإلى مولود طبعا هذا المواليد من الصحة اليوم يكون داء البدانة والوزن الزائد، بعكس أيضا النحافة الشديدة لبعض العشريات، للطرفين نحاول أن يعدلون من النظام الغذائي أو فيما يكون الرياضة. طبعا اليوم مولود الجوزاء من الجانب المهني تكون مميز في عملك، وربما تقدم أفضل ما عندك من طاقات ومواهب وتتحمس لبدء مشروع جديد. والعاطفة اليوم تستثمر طبعا بعواطف جديدة، وهذا الاستثمار قد يكون استشعار تجاه شخص راح تعرف أو تتعرف عليه أخيرا، وأيضا ربما تقرر الارتباط به بأسرع مما يمكن. وإلى الصحة طبعا ما تحاول أنه تترك التعب يثنيك ويثني عزيمتك، حاول تكون جدا نشط وتبقيك دائما يقظ. إلى مولود السرطان طبعا من الجانب المهني بانتظارك اليوم الكثير من الفرص الذهبية اللي يجب أنه تعرف كيف تستفيد من عدها حتى تحقق النجاح المنشود. إلى العاطفة تتحمس، وأيضا هناك تحسين لبعض الأمور من جانب الحبيب، ولكن عليك أنه تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة المتينة. أما الصحة اليوم تختار ما يناسبك من البرامج الغذائية وتطبقها بحذافيرة، وراح تكون أنت السعيد في النهاية. طبعا مولود الأسد اليوم تجد نفسك ضحية بعض الابتزازات في العمل، ما يدفعك إلى الغضب والثورة، أو ربما يجعلك موقع منافسة مع خصم شرس جدا. العاطفة ربما تبتسم إليك العواطف وترتاح القلوب وتطمن الخاطر، وتدور الظروف لمصلحتك مع الشريك ويحالفكم طبعا الحظ أخيرا. إلى الصحة اليوم تحاول أنه تكرر محاولتك للتخلص من السمنة، وما تدع اليأس يثنيك عن عزيمتك. طبعا إلى مولود العذراء اليوم الاستماع إلى النصائح راح يكون جدا ضروري، طبعا سيما أنه أنت تنتقل من مركز عادي إلى مركز استثنائي ما يثير غيظ الكثيرين. وإلى العاطفة تحاول أنه تتلاعب بأعصاب الشريك حتى تعرف مدى ردة فعله اتجاهك، وراح تكشف أنه حبك إليك جدا كبير ومو زعزعة أو ربما يزعزع مكانته، أو ربما خيبات أمل قد تكون من تلقاء الطبع. طبعا إلى مولود الصحة اليوم تتعدد المناسبات، وطبعا المهم أن الرياضة الترفيهية راح تحاول أنه تلبي كل طموحاتك ودعوات لبعض الأشخاص اللي راح يوفون بهذا الموضوع معك. مولود الميزان اليوم الصحة تحقق أو الجانب المهني طبعا آمال جدا كنت تنتظرها وترقية، طبعا آخرون راح يكونون جدا باتجاهك يعني يساندوك. العاطفة اليوم ما تكون يعني مخيب بالآمال، حاول أنه تكون في مواجهة حتى ما تختلف الأمور معك كليا. والصحة يوم مناسب للقيام برحلة ترفيهية مع العائلة، أجواء جميلة، وما تحاول أنه تتردد في هذا الموضوع. طبعا إلى جانب العقرب، إلى الصحة اليوم يوم مهم من العلاقات الجيدة والأعمال الناجحة، مفاجآت سعيدة، وتحصد ثمار ما زرعت طبعا بعد سنوات من الجهد والتعب أيها المولود. أما للعاطفة عليك الاهتمام اليوم برأي الحبيب والاطلاع على حاجاته وطلباته، وربما تشتد العلاقة المتينة صلابة أكثر. طبعا إلى الجانب الصحي اللي ربما قد تصاب انحلال مفاجئ بسبب نقص في المناعة، ما يؤدي إلى انخفاض نشاطك بطريقة جدا ملحوظة. إلى مولود القوس اليوم أيها القوس،
من الجانب المهني، قد تتخلى اليوم عن بعض القناعات اللي لم تعد تخدم واقعك، طبعا تنجح في مسعاك لإعادة الأمور إلى مجاريها وحل كل الخلافات الناشئة في العمل. وإلى العاطفة، راح تحاول أنه تحتفظ بأفكارك لنفسك وما تعبر عنها أمام الشريك منتقدا أو محاسبا، فهو ما يتحملك منذ مدة. والصحة اليوم كسلك وتخاذلك هم السبب الرئيسي لتراجع وضعك الصحي والترهل. إلى مولود الجدي اليوم، من الجانب المهني راح تحاول أنه تحمل إليك الحظوظ فرص مالية وعمليات مادية ناجحة، طبعا ازدهارات لمشاريع ومكافآت وتطورات جدا جميلة، ومكافآت راح تكون أرباح وانفراجات على كافة الأصعدة أيها المولود. في الجانب العاطفي راح تسارع إلى اطلاع طبعا الشريك على مشروعك حتى تمضي أجمل الأوقات معه بعيدا عن المحيط وهموم المشاغل في العمل. إلى الصحة اليوم، فيما يخص الصداع طبعا وآلام المعدة، مصدرها التوتر العصبي اللي ربما تواجهه يوميا. إلى مولود الدلو، طبعا من الجانب المهني اليوم تتفادى إثارة المشكلات، وإذا أمكن أنه تبقى على حياد حتى ما تتدخل في شؤون الآخرين. راح تحاول أنه تحمي علاقاتك من التحديات والجدل. إلى العاطفة، ربما تتأجج هنا حرارة العواطف اليوم على الرغم من كل الخطوات وما يحدث، طبعا فراق بينك وبين الشخص اللي كنت دائما تحافظ على تواجده معك. إلى جانب الصحة، الابتعاد عن المحيط المهني المعتاد قدر الإمكان راح يبقيك في حالة من الهدوء طبعا، وربما هدوء كنت تتمنى أنه دائما يكون موجود في حياتك وتنشد دائما. مولود الحوت أخيرا أيها الحوت، تعزز قدراتك وتجد حلولا لمشكلاتك العالقة، وتبدو طبعا العلاقة جديدة، تعرف اتصالات مهمة تتعلق بسفر أو بتنقل. وإذا العاطفة، جو من الشكوك مع الحبيب راح تكون جدا عاقل، فقد تصاب بخيبة على أثر تصرف غير مسبوق من عنده. لكن الصحة اليوم تخفف من الأعمال على الأمور غير المجدية وتدع أصحابها طبعا يقومون بها، وتحاول أنه تستريح قليلا. أنت مقبل على موسم من قطف الثمار أيها المولود. مشاهدينا، كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح. ننتقل وإياكم إلى القسم الآخر دائما من اتصالاتكم ومشاركاتكم الصباحية، ونستقبل أول اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم. ألو، صباح الخير. ترزع ما يمكن الأبراج. أي نعم، ميس الأمير معك فقرة الأبراج، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، من معايا؟ عمر الزبيب. عفوا، عمر الزبيب. والله صوتك عمر مار. الزبيب، عمر الزبيب. عمار ولا عمر؟ عمار ولا عمر؟ عمر عز الدين. نعم. من وين يا أخ عمر؟ من كركوك. حي الله أهل كركوك. أهلا وسهلا بك أخ، يا مرحبا. الصحة. لا. عن الصحة نتحدث؟ هنا. تمام. طيب أخ عمر، إيش قد العمر؟ مواليد 1968. 68. تمام. وساعة الولادة؟ والله ما أعرف، هو 3 كاتبين بس مو مضبوطين. لا شوف أخ عمر، إذا ما تعرف وهم كاتبين، القراءة راح تكون على عاتقك أنت، يعني إذا أنت مو متأكد من تاريخ ميلادك فمعناته القراءة قد ما تنطبق عنك. تمام؟ الموضوع متروك إليك، تحب نقرأ هذه الخارطة ولا؟ اختريها. ولا تحب ناخذ اسم الوالدة فيما بعد نقول لك ايش هو برجك او حسابك؟ وزير شكر. عفوا؟ وزيرة شكر الوالدة. ايش اسمها؟ وزيرة شكر. وزيرة؟ طيب اسمها وزيرة، عمر ابن وزيرة. طيب الان تحب نقرا تاريخ الميلاد اللي اعطيتنا اياه، ولا تحب نحسب لك على حسابنا حتى يكون البرج مضبوط معك اكثر؟ ان شاء الله. ايش حاب يا اخ عمر؟ هو 3 حان ما اعرف. خلاص نحكي لك عن الصحه للمولود اللي انت ذكرته، ولا تريد تنتظر معانا نحسب لك تاريخ الميلاد ونقول لك ايش هو برجك افضل؟ ايش تختار؟ كيف طيب. انا راح اخلي الاسم معايا. اي. فيما بعد راح نحسب حسابك حتى نتاكد هل هذا هو برجك ام لا، وننتقل الان الى قراءه البرج اللي الان هو في طالعك او هو تاريخ ميلادك. ونشوف شنو راح يقول لك، ان كان ينطبق عنك
فقد يكون لك، وإن كان ما كان ينطبق عنك فإذا تنتظر القراءة معنا حتى نحدد لك تاريخ ميلادك من خلال ما راح نشوفه. تمام؟ يلا تمام؟ يلا إيش قد تاريخ ميلادك الآن؟ 3/6 68. تمام، راح تكون من مولود الجوزاء، عطارد حاكم برجك، طبعك هوائي. تمام؟ أخ عمر، عن جانب الصحة اللي تتحدث عنه، هسا أنا ما راح أخذ صفاتك أو شكلك، ليش؟ أريد مواليد الجدي كلها من العشريات الثلاثة ممكن إنه تستفاد من هذه القراءة. اللي واضح معانا، اللي واضح معانا طبعاً لثلاث وجوه، يعني تعطي لي أكثر من شيء. أنا بس أسأل، هل أنت مقبل على عملية جراحية أم أعطيك شيء، أم أنت شاك أنت تريد تعمل تدخل جراحي؟ لا، عندي عملية جراحية صحيح، عندي غدة. كلامي تمام؟ تمام. إذا هو تاريخ ميلادك هذا، بمعنى أنه يعني انطبقت عليك هذه الصفات، خلص نكون مع تاريخ ميلادك هذا هو الحقيقي. طيب، عملت الغدة ولا لسه؟ لا لسه بعد ما. تمام، إذا يعني يحالفك الحظ والفلك ويخبرك على أنه أمورك جدا ممتازة، ويدفعك وينصحك الفلك لإعمال هذا التدخل حتى تتخلص من حالة الوهن والتعب الشديد ونقص في إحنا شلون بالعامية نقول حيلك رايح، ما عندك قابلية للوقوف أو تتماسك شوية. تدري ليش؟ لأنه من الجانب الآخر شيء يأثر أو يؤشر على أنه نوعية سموم جدا كبيرة أو متوسطة في جسمك تكسر شيء أو ربما تكلف شيء، فلذلك هذا هو سبب الضعف والوهن اللي أنت تمر به بصراحة. زين، فأعتقد هي هذه القراءة الحقيقية، طالما أنه إحنا أول الأمور اللي أشرت معك عن تدخل جراحي، بمعنى أنه هذه هي أو هذا هو برجك الحقيقي. يعني أسوي عملية هذه غدة؟ توكل عادية عندي. توكل على الله، جدا ممتازة، راح أشوف نفسك بأحسن ما يكون، يخرج مع هذا المولود من بعد هذا التدخل عافية إيجابية وشيء جدا ممتاز. توكل على الله، الأمور إيجابية. مرحبا والديك. والديك عزيزي، يا حي الله، وأهلا وسهلا بك عزيزي. ورزق. طيب، ونحن تحدثنا عن تحدثنا عن العاطفه يا اخ عمر، يعني تريد الرزق بعد، يلا دعاود الاتصال بعيوني لك. تمام، في اتصال هاتفي اخر. الو الو الو، صباح العافيه. الو، صباح النور. ميت، هلا والله. يعني مواليد، يعني مولوده مثل ما يقولون اسبوعيه، وارجع بمواليدي، يعني دائما اللي جالبتني امي. يعني دي 6 سنة، فما اعرف يعني مواليدي. يلا هسا انا اخذ اسم حضرتك، خليني اشرف بيك. من معانا؟ انا اسمي عذراء. عذراء، من وين يا عذراء؟ من واسط. حي الله اهل واسط حبيبتي. طيب، ارجع بمواليدي وعن الحمل، يعني يعني شو وقت الانجاب. طيب عذراء، العمر ايش قد حبي؟ 24. العمر كله يا ربي. ساعة الولادة كم؟ والله ما أعرف، يعني بالليل يمكن. طيب، اسم الوالدة؟ صبيحة. صبيحة، أوكي. يلا، تاريخ ميلادك ايش قد حبيبتي؟ 1997. 1/1، يعني هي شوية جت السنة. طيب، متأكدة 1/1 يعني مضبوط؟ اي، يعني مو جت السنة، بس يعني مو والدتك انا، يعني مو ام والدتك، يعني مو 9 شهور. احنا ما لنا علاقة، احنا ما لنا علاقة بانه انت اسبوعية وثمانية، ما لنا علاقة. اي 1/1، احنا بس نتحدث عن تاريخ الميلاد متى كان، يعني راح يكون الجدي وزحل حاكم برجك وطبعك ترابي. تمام. عذورة، عذورة حبايب قلبي، اتركينا التلفزيون، اسمعينا من الهاتف حياتي حتى تفهمين علي. عذورة، للعلم عذراء اول ما بديت معك مولود، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يلا لكن تتابعيني. طيب، روح الاتصال هاتفي اخر. الو الو، مرحبا. يعني جاني اشترك في البرنامج؟ اي نعم اكيد تقدر. ميس الامير معك فقره الابراج قناه زاكروس الفضائيه. اتشرف بيه. يا حي الله، منو معانا؟ ابو كرم شمري حاتم. ابو كرم؟ ايه. اسم حضرتك ايش ابو كرم؟ حاتم. حاتم. اخ حاتم، شلون الصحة؟
من وين أخ حاتم تتصلنا؟ بغداد. حي الله البغداد. بغداد أي منطقة؟ العطيفية. يا حي الله العطيفية، مرحبا. طيب أخ حاتم، تاريخ ميلادك كم والعمر شنو؟ أنا مواليد 80/2001. 80؟ طيب تاريخ الميلاد ايش قد؟ 2/1. ايش قد؟ 2/1. 2/1؟ طيب اذا 2/1 ايضا مولود الجدي؟ مولود الجدي. اي زحل حاكم برجك وطبعك ترابي. طيب ايش هي؟ طيب ساعة الولادة كم يا اخ حاتم؟ ساعة الولادة كم؟ والله العصر. عصر يعني أي ساعة بالضبط؟ كيف بالأربعة العصر؟ أربعة عصرا. يعني إذا ما كنت مضبوط فناخذ اسم الوالدة. عفوا؟ الوالد يقول العصر. الوالدة الوالدة. والله هو الوالد اسم الوالدة شنو؟ أخ حاتم اسم الماما شنو؟ فاطمة. فاطمة. هيا يلا فاطمة حاتم ابن فاطمة. يلا أخ حاتم عن شنو راح تسألني؟ والله على الوظيفة. على الآن وظيفة تعيين ولا شيء محدد؟ لا يعني تعيين بس أشوف الوظيفة يعني. لا بس يعني يا ريت تحدد لي حتى تطلع القراءة لك أفضل أو تفهم أكثر من عندي. يعني إيش تحديدا؟ في وظيفة عندك مثلا مشكلة بوظيفة ولا تسأل عن تعيين محدد؟ إيش يعني الموضوع؟ يعني بوظيفة انه تعاملوها لانه في وظيفة ثانية. شلون؟ اداوم وظيفة ولا مثل وظيفة ثانية. ها تمام تمام اوكي يلا. طيب اخ حاتم احنا همنا ما نريد نحدد صفاتك او شكلك حتى شنو نخلي كل بقية الابراج تستفاد من التفاصيل اللي نتحدث عنها، اللي عنده نقلة ويحاول يغير او اللي عنده يعني درجة ويحاول يستفاد منها وهكذا الامور. من الامور اللي بدها تطلع حول موضوع هذا هذه الوظيفه، كان اكو نزاع عن هذا الموضوع او ربما نقاش او حديث طويل؟ صحيح. تمام؟ اذا صار متردد يعني. طيب. شوف يعني هي مساله التردد من القيل والقال، يظهر معك شخص ثالث صاحب كلام ربما احنا بالعاميه نقول ضوجك او طفرك من الحكايه او ما عامه اكو شيء دا يحاول يعني يبعدك عن هذا الموضوع. بس انا مصر عليه يعني. شلون؟ مصر على يعني على النقل. طيب شوف هذا الاسبوع اسبوع القادم يعني هسه احنا بدايه هذا الاسبوع، للاسبوع القادم في اكو انفراجات واضحه كلش معاك، او ربما خبر انت ناطره راح يوصلك، او ربما ورقه بيضاء بيها شيء. كل الاحوال امور هذا الاسبوع ماشيه معاك. تتعدل الأحوال، وفي شخص أيضا ربما تأخذ رأيه أنت أو ربما هو الشخص المعني أو أنت تطرق باب شخص ناطر منه كلام، هيك الموضوع. يعني أمشي بالموضوع. والله موفق الأمور، جدا موفقة يعني من على الأسبوع القادمة الأمور تمام. تمام. في شيء آخر أخ حاتم ساعدك به؟ يا مرحبا حياك الله واهلا وسهلا بك. 100 هلا. طيب الاتصال هاتفي اخر. الو الو صباح الخير. صباح النور. شلونك تسمعي؟ صباح العافيه و100 هلا والله. الله يسلمك. شلون صحتك يا قلبي؟ انت من معانا بعد عيوني. انا مريم من كربلاء. مريومه شلونك شخبارك؟ بعد عمر الله يسلمك. انت وين مريم؟ بعد قلب الله يسلمك. انت شلونك؟ فدوى لودك. انا بخير اذا اسمع اخباركم بخير. عساك بخير يا بعد عمري. فدوى لقلبك. حافظك الله ويطول عمرك. يا حبيبتي بعد عيوني. عيوني شلون اساعدك؟ عيوني القوس. اي مولودة القوس. ذاك اليوم خابطت من قلت على اتصال على مول زوجي قلت ارجع لا. ها نتحدث عن عوده تمام؟ اي والله لسه كل شيء ماكو. لسه كل شيء ماكو. مواليد القوس. اي لا خبر لا تشفيه.
اي والله كل شيء معك، لا خبر من عنده ولا وصيه، كل شيء معك، صار لي 9 اشهر. مريومه عيني ما نزعل عادي؟ لا لا ماكو زعل احكي. ولا الضوجيين؟ لا لا عادي متعلمه انا على الضوج والضيم. لا اسم الله عليك من الضوجه والضيم، اسمعيني خلي اقول لك قضيه. الله يسلمك. هو كل الامور الله سبحانه وتعالى كاتبها على جميل الانسان، لازم يشوف العين، مكتوب على الجبين يشوف العين. شوفي بصراحه أي. انه في طرف ثالث او ربما هذا الشخص لاهي بجانب اخر ولكن في عوده، والعوده بعد فتره، انه خلت تلعب نفسه زين يلا يرجع لك. يعني شلون شخص ثاني مري رجال يعني؟ يعني اكو غير النسوان؟ هي اكو غير النسوان بس سولفي لي. اي يعني هي النسوان بس ما اعرف اني هل بس من عندي هاي ما اعرف. بس خليني اقول لك مريومه، ترى والله العظيم انا مو مع الرجال بهذه القضيه، بس انا ايش اقول؟ أي. اقول عمي والله العظيم الزلم ما لها علاقه، عم الرجل ما له علاقه، هي النسوان حلوه شو يسوي؟ يلا تقولي لي هاي حمراء وهاي خضراء وهاي زرقاء وهاي، ترى والله حيره، والنوبه الله قال له حللنا لكم، يعني هسه شو يسوي المقرود؟ والله خطيه. يعني هو انا قلت يريدها؟ لا لا مو يريدها حبيبتي، لاهي شويه، ريدي يخلص من الحبال والمسؤوليه ماكو؟ وهاي السوالف، خلي حبيبتي شوي على نار هاد، اول انت راح يوله عليك، راح يشتاق لك يا حبيبه ويرجع لك. تقولي يلا اصبري الصبر طيب ماكو والله هاي هو صار له 9 اشهر يعني مو تقولين يوم ويوم ثلاث شهرين ثاني عندي بعد شهرين حبيبتي قدامك اثنين شهرين اسبوعين يومين ولكن هو اثنين رقم اثنين قد أي. نقول على بدايه الشهر السنه الميلاديه او قبل السنه الميلاديه يعني هو شهرين بالضبط نحسب شهرين الامور انا اشوف لمولود القوس أشياء قد تعبر إلى الجانب الآخر بشيء من المسرة أو الفرح أو يكون قادم هذا الشخص ومعاه عائلتك فرحة يا رب بفرحك وطيب خاطرك يعني شهرين يقصدك يلا يجي بعد شهرين يلا يرجعني شهرين شهرين وأشوفك أنت تطلعين من هاي الخارجة مولود القوس ينتقل إلى حال هو كان يتمناه أو إلى عودة أو إلى شيء مصر عليه فشهرين إن شاء الله وأنا ذاك يوم خابرتك قلت لي 40 يوم يعني وبي عودة زين ال 40 يوم وش قد؟ معبرنا الشهر على الشهر الأخ من عنده 10 هذا الشهر اللي يمد مع النوازل اللي تجي تطش كل ما يقرب الفلك ويدور ينطش رؤية أخرى تتميز هو يعني قال مفصولين احنا سيد يعني مثل مطلق موما صديق كذي يعني يطلع البيت زين وصلتش ورقة أنت؟ ها؟ وصلتش ورقة؟ لا كل شيء ما وصلني بس عنس... هو يقول طلقت وياه احنا صارت عندنا مشكله وكل مره راح لاهله مو تقولين انا وياه. طيب على اساس هو يقول انا يعني بنات العالم شنو لعبه شنو؟ شنو طلقت؟ شنو انت عندك اطفال وبنات؟ شنو هالحكي هذا البنا ما اعرف يريد يرجي اكو شخص مانعي ما ادري. والله ما ادري ايش اقول لك يا هي مو مالي نسولف على الجو يا حبيبتي، لا تخليني اغرد يا مريومه، يا مريومه صبر شهرين. يلا صبر شهرين حبيبتي صبر طيب ال 40 يوم كل ما تدير نوازل اخرى يبين عندك بعد اقرب ربما لو داير الفلك معاك يجوز راح يكون ويسجل فتره اقرب من ال 40 يوم ولكن الان في اثنين شهر شهرين ماشي الموضوع قولي يا الله صبر طيب اكو محنه ان شاء الله قولي يا الله صبري صبري حبيبتي حبيبتي يقول قلبك ان شاء الله وخاطرك طيبه اللهم امين بعد قلب رحم الله والديك حبيبتي حبيبتي لا تنقهرين حقك والله العظيم حقك والله اني ما ادري شنو اقول بصراحه يمينا مشاكل اجتماعيه ممكن ان احنا من دورنا من مصدرنا هنا يعني نقدر نحكي او نقدر مثلا انا ما ارد اعتب على الاخت مريم لانه بصراحه اسره وعائله وبنات وما اعرف اني هاي الناس شلون تفكر يعني خاطرك وين ضميرك وين انت كشخص انسان مسؤول وين زين يعني انت اذا ما عندك استعداد زواج ليش تتخلف وتشمر طيب انت اذا ما عندك استعداد ليش ترتبط ببنات العالم يعني اذا ماكو احد من عائلتك او من ناسك او حتى ضميرك مات اوكي قدره الله ترى كبيره قدره الله كبيره عليكم على كل ظالم اني احكي ما احكي على احد ولا على يعني ولا على شخص، حتى انا ممكن يجوز حتى نحكي على همين على النساء، واغرب شيء للامانه صارت هي النساء الضحيه، لانه المراه تحكم بقلبها مو بعقلها، دائما قلبها هو اللي يجيبها. والرجل بعقله، ليش؟ لانه قلبه شقق سكنيه يعني بصراحه.
بتسعة وخمسة وثمانية وعشرة، وكل وحدة عدة من تسألة تقول لها تحب فلانة، إيه أحبها بيها فتشي. زين الثانية شو تقول على وسن؟ وسن هي بعد اسمها وسن، يابا تغريد شنو وضعها؟ لا عاد هي تغريد مثل وسن، وانتم قيسوا على هذا الجانب. أنا مو ضد المجتمع ولا ضد هذه العادات، ولكن ضد تعدد الزوجات تحت انه انت تكون ما عندك قدرة تتزوج وتشمر بنات العالم عند يعني اهلهم، وبالنتيجة ما تسأل ما تسأل. بس والله العظيم قدرة الله كبيرة عليك، يعني اذا انت ما عندك ضمير وما عندك احد راح ممكن انه يحاسبك على هذا التصرف، أنا متأكدة قدرة الله عليك كبيرة. زين يلا ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام. شلونك حياتي؟ شلون صحتك؟ يا اهلا وسهلا، حي الله. ممكن اشارك وياك؟ اكيد ممكن، اكيد ممكن، بكل تاكيد. تفضل. الله يحفظك. الله يحفظك يا رب. تدول عينك، طول عمرك. شكرا من سادتنا العزيزه. شكرا رحم الله والديك. حافظك الله. سادة ممكن تاخذين عن عن عني يعني اشوف شنو اخباري، شنو مثلا الوضع مالتي؟ يلا بكل سرور. منو معانا؟ وياك علي من واسط. اخ علي من واسط، طبعا اهل واسط اليوم حضور، دائما حضورهم حلو. انت ذهب، انت ذهب. والله حبيت اشارك وياك. الله يسعدك. تدول عينك استاذ علي، طول عمرك ويحفظك يابا. تدول طيب. قلبك. اي استاذ علي، تاريخ ميلادك والعمر بالبدايه شنو؟ تاريخ اي شيء 20/8. طيب 20/8. يعني 20/8 راح تكون مولود الاسد الوجه الثاني. اي. حاكم برجك هي الشمس، طبعك هو ناري. اي العمر كم؟ 83. وانا 83، العمر كله. ساعة الولادة عيني؟ 20/8/83. اي ساعة الولادة يعني متى 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 يعني اجيت للدنيا؟ ما اعرف ساعة الولادة يعني. طيب اسم زحنة. اسم الوالدة؟ اسم الوالدة انيسة غانم. انيسة. طيب اخ علي شلون اساعدك؟ شنو راح تسألنا؟ يعني ارد اشوف عن نفسي شنو اخبار، شنو اكو عندي انفصام. انا وزوجتي شويه على اشكال، زوجتي عند اهلها، فاني موجود حاليا هنا. طيب يعني ما اعرف اكو انفصال، حياتي شنو؟ طيب اكو شيء نتحدث، تتكسر شويه شويه استاذ. اوكي 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 تمام. نتحدث عن حاله اجتماعيه مثلا ولا نتحدث يعني عن حاله اجتماعيه وعن نفسي؟ اشوف شنو عن نفسي يعني. انا ما جدت يعني شو هسه بديت اتكسر شويه شويه. لان في الصوت ويساوي أخ علي، أنا أيضا ما راح أخص صفاتك ولا شكلك. ليش؟ أريد كل العشريات تستفاد، عشريات الأسد تستفاد من عشريات الأسد أو من القراءة اللي تخص جانب الانفصال أو الزواج وتخص الجوانب، لأن في ثلاث عشريات، والعشرية اللي أنت منهم الكل ممكن أن يستفاد من عنده أو يقيس ويسمع على الوضع يعني معانا. يعني أخ علي فيما يخص مسألة الانفصال، لا لسه في شروط أو ربما هنالك طلب من عندك، وهذا الطلب أنت مقادر توفره أو كانت حانة عناد. صحيح. تمام. أي. يعني بعد الفرج، بعد الفرج، بعد في أكو فرج إن شاء الله، لسه الأمور بعد كما هي. ولكن اللي ظاهر معانا لهذه العشريات كأنه موضوع انتقال من مسكن إلى مسكن أو من مكان إلى آخر. يعني مثلا اشيل من مكان لمكان مثلا بدون زحمه، لو مثلا الوضع يتعرض. هو كان مثلاً. هو كان معك هيك شيء؟ هو جاي بالبيت وياي، بس قلت لك اكو انفصال. يعني شوف الانفصال يعني كل من راح الطريق، بس بعدنا ما مفصلين، بس بدي اعرف شنو. انا بس سؤال اسالك، هو مطالب منك انه انت تنتقل من محل لاخر؟ اي طلب من عندي يعني انفصال من الزوجه الثانيه، يعني انا ما اخذ ثانيه. اي انا كلامي واضح، يعني كلامي حقيقه. صحيح؟ اي باوع. بصراحه القرار جدا واضح والقطعيه واضحه جدا. لكن ما يعني الان كانوا فتره لتنفيذ هذا الشرط، او ربما هذه مهله لحتى انه تسوي اللي انت مثلا ممكن انه او الملا عليك او الانشرط عليك هذا الموضوع. تمام. لكن بالنهايه تعرف هل هناك انفصال فعلا عن هذا الموضوع؟ هو ما في انفصال، بس اذا تريد من عندي نصيحه. أيه. وأنا حكيت ضد مواضيع الانفصال وهذا المواضيع، وأنادي وأقول لا غلط الانفصال. بعدك عن هذول الناس أرحم لك. يعني انفصال أحسن لي مو؟ تسألني بكل أمانة، بعدك عن ذول الناس أفضل لك. شوف هاي الحالة، شوف هذا الحال اللي كله أنت بيه الآن، هذا هو سببها. من دخلت عندك هذه الدائرة
كل حالك الان هو هيك بهالطريقه هاي اذا ما انتبه. احسن شاء الله. تمام كلامي ولا انا زين استاذه بدون زحمه يعني ولو هي شويه تدخل مثل ما تقول شويه زايد. لا لا أبدا. يعني انفصال 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 احسن لي. انت تسالني او يسأل او تسال الفلك شنو يقول لك؟ الفلك يقول انت الانفصال عن هذه المولوده او عن هذه العلاقه، هاي العلاقه جدا يعني مو يعني عاطله، علاقه عاطله ما يمشي معك. انا ما عرفت بين ديت او هاي، يعني انا اثنين يعني قلت لك لا احنا نحكي عن صاحبه الشرط او الشخص اللي شرط عنك انه يكون انفصال صحيح. لانه العلاقه الثانيه بصراحه من يوم دخلت حياتك وانت على هذا الحال، لا دخل لك جديد وكل الامور بدات تتخربط عندك وحياتك كانه مثل عقد السبحه وانفلت انطشت مثل خرز منطش. حتى دوامي ما لي خلقه يعني لعبت نفسي يعني بس ودي تدري ليش؟ يعني تدري ليش عزيزي؟ اي لانه النصيب الثاني يعمل لك اشياء خطا حتى تكون انت ملكه. ما فهمت هذا. روح افهمها زين، ما راح اقول هاني على الجو. فدوا القلبك، فدوا روح القلب. يعني النصيب الثاني ايش سوى لك حتى خلاك بهالطريقه هاي؟ انت شارب شيء اخوي. ما اي هذا هو المواضيع اللي خلتك انه مالك خلق، هي مو ما خلتك، طبعا هو يسمونه الانقياد حتى تكون مقاد لهذا الشخص كل الاشياء ممكن انه شو يقول لك تسوي. بس انت اللي صاير عليك رجعت الامور بالعكس، شنو سببت لك؟ او هاي الاعمال الخطا شنو تسوي؟ تسوي اولا تغيير المزاج، تغيير الحال، الفقر الشديد الى ان يطلع من عندها او يروح من عندها يلا يرجع وضعك للوضع الطبيعي. فهذه الاحوال اللي هي كانت تعتقد انت راح تكون ملك الها، ما تدري هي راح تاذيك وراح تخرب بيتك، بالنتيجه وصلت لهذا الحال. واخيرا الان تريد انه تكون الها وبس، وانت لاحظ المواضيع شلون بدوا يملون عليك شروط انه انت لازم تكون تفصل الاولى حتى تكون فقط للثانيه، وهالشكل تقاس الامور. ولكن المواضيع انه انت تبتعد عن هذه الحاله وعن هذه العائله افضل لك. الله يستر عليك، اريد الحسين يوفقك بحق محمد وعلي محمد. يطول عمرك. حفظك الله وعليك كلش اسفه، انا ما اريد يعني بصراحه ولكن انت مسكين يعني انا دا اشوف حالك جدا صعب، فلازم انه بامانه اللي يظهر معنا لازم نقوله يعني. فدوى لقلبك، لا والله استاذ انت بالنسبه لك ما تخافين، بيت شغله حلوه. وعجه ويعني انا حبي شايف والله ميزه كلش حلوه. ربي يخليك يطول عمرك، ريح بالك يا ربي، يرزقك ويوفقك يا ربي. الله يستر عليك استاذ رحمه الله والديك. يخليك يخليك يا طيب، حافظك الله. يعني احنا شنو نقول؟ نقول حالات اجتماعيه متفرده مشاهدينا الكرام، ما ادري ليش مؤخرا صرنا نشهد اشياء من هذه من هذا القبيل. هسه حتى خلينا نبتعد من الاشياء الخطا اللي المجتمع بدا يتجه الا وللاسف بدات تودي بحياه ناس حرامات يعني، وبدت انه تخرب حتى شوف هي مدى تعرف هي دا تاذي نفسها قبل لا تاذي هذا الشخص. ليش؟ لانه لو سوت اشياء او نصحوها باشياء نسويها خطا راح تاذي اولا الزوج اللي هو الشريك، بمعنى راح يتغير يعني يتغير عليها، يتغير رزقها، يتغير وضعها. طيب انا بس اسال سؤال، انت ليش دخلتي على شراكه طالما انت تريدين انك تشوف فقط؟ ما تعرفين في شراكه، في اولاد، في اسره. وانا شنو همينه اقول؟ اقول نصيحه للي تحاول انه تكون شريكه او زوجه ثانيه، لازم تعرفين قبل كل الامور حتى تكون حياتك ناجحه. انا ما اعرف شنو هدف الزواج والدخول على شريكه ثانيه وانت راح تطبين منافسه. اولا الزوجه الثانيه يفترض ان هذا مو تثقيف ضد التعدد، لان ضد التعدد تماما. اوكي؟ لكن اذا كان الزوج يستطيع ما ملكت ايمانكم، الله سبحانه وتعالى قرر هذا الموضوع بعد هو شرع له، تمام؟ لكن اذا ارادت تدخل الزوجه الثانيه لازم يعني تعرف الشروط اللي راح تدخل عليها. اولا انه انت راح تكونين ذكيه جدا. ليش؟ لانه انت مو فايته فقط على رجل راح يشارك حياته، انت فايته على شخص مع عائله. اوكي؟ يعني عائله ما من حقك. شوف راح تقولي ليش هي مو حقها مو زوجه؟ لا مو من حقك. مو من حقك تسالين وين رايح، ولا من حقك تسالين شنو وده للبيت الثاني. ما يصير هذه المواضيع هاي اطلاقا، ما يصير. الزوجه الثانيه اذا دخلت على عائله وعلى زوج عنده عائله لازم تراعي الشروط اللي تحطها امامها. ليش؟ لا تفشل حياتها بعدين، ولو عملت كل هذه التفاصيل وفشلت حياتها، هي الانسان اللي اختارت هذا الطريق واختارت انه علاقه شبه ناجحه، اما تتم واما ما تتم. اوكي؟ ف يعني انا ما اعرف صديقات اثنين وحده تغارب من اللخ، كيف انت راح تجين تشاركين انسان عنده زوجه اثنين نساء في حياه شخص كان الله بعونك الرجل، عمي صدق رجال انت. ترى المره ما تنجرأ، اوكي؟ شلون ما تنجرأ؟ يعني هي حواء لو غيرها، هي مو حواء اللي قشمرت ادم نزلته من الجنه؟ يعني وتريدين حق ادم يقعد ويا اثنين حوات؟ الله يكون بعونك يا ادم، والله العظيم.
جد انت رجل يعني. يلا نروح لاتصال هاتفي اخر. الو الو صباح الخير. الو الو صباح العافية. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. مية هلا. على مود مال الأبراج بدي أشوف برجي. أي أكيد من المعان. تفضل. سلام. سلام من بغداد. سلام من بغداد. شلونهم أهل بغداد؟ الله يسلمك. من أي منطقة أخ زلام أنت؟ أنا من الشعب. حي الله الشعب. طيب أخ سلام إيش قد عمرك وشنو تاريخ ميلادك؟ أنا 1982. طيب 1/4. أها نقول 1/4. تمام. مولود الحمل عزيزي؟ برج الحمل. أي مريخ وطبعك ناري. هاكم برج هو المريخ. الله يساعدك. زين أخ سلام ساعة الولادة كم؟ والله ما أعرف بس هي بالليل صادفت يعني بس ما أعرف الوقت. طيب اسم الوالدة شنو؟ ليلى. ليلى اوكي. يلا اخ سلام شنو حاب تسالني؟ والله بس بتعرف البرج بتعرف الحظ. طيب اوكي اوكي. ما يعني هو مو انت من تحكي البرج والحظ، انت بس تعرف البرج. الان برجك عرفته اوكي. هو مولود الحمل. حاكم برجك هو المريخ وطبعك ناري اوكي. هنا أنا متوقفين. شنو حاب تعرف بعد غير هذه التفاصيل؟ لا ما عندي شيء. ما عندك ما تعرف اي شيء؟ ايه زين. بس انا هديه من عندي لك ولاتصالك ومواصلتك معانا راح اقول لك مولود الحمل هذه السنه معاه اشياء جدا ايجابيه تستمر حتى نهايه شهر الواحد لكل العشريات ومن ضمنهم الاخ سلام. يبشركم اخبار حلوه وايجابيه يعني افكار حلوه جديده كان تكون يعني احزان طلعت من عندهم شافوا من امراض لا سمح الله عين كانت ضربتهم راحت امورهم ايجابيه لا باس بها. ايه ست مو هي مرات الحظ شويه ما يضبط وياي. الحظ ما يضبط معاك؟ اي والله يعني شويه الحاجه تاخر حيل يا ما تصير. اي هاي بفعل النوازل يا اخ سلام، بفعل النوازل اللي والدائره الفلكيه لما يكون برج بطيء يعني طوالعه بطيئه تكون بمحاذاتك او بصفك او بجانبك تكون الامور بطيئه، بينما تكون الامور بطيئه شنو نسميها؟ نسميها الفرصه ضاعت فتضيع الفرصه، فهي نفس الحلقه اللي بيها اشياء سريعه او كانت دائره ممكن اذا كانت قريبه على برجك ممكن يسوي تنافر فقد تضيع الفكرة أو الفرصة. هذا هو المواضيع تحديدا هيك الموضوع. ها ها. تمام. أنا مقدم قلت لك على سلفة بس ما جاي تأخرت حيل عندي. لا لنهاية السنة أكو بشائر عن هذا الموضوع أو أنا حكيت لك في رزق في رزق أنتوا ناطرينه موجود. أي والله. فحلوة أمورك لا بأس بها إن شاء الله. تمام. أي يلا شكرا لاتصالك اخ سلام. شكرا لك ولي اتصالك عزيزي. طيب ايش في اتصال هاتفي اخر؟ الو الو مرحبا. مرحبا. اهلا وسهلا. صباح العافيه. منو معانا؟ ادرين ان طافي الكهرباء عندنا. ولا يهمك غلاتي. منو معانا؟ تسلمين عيني. علياء من بغداد. علياء؟ ايه علياء من بغداد. حي الله علياء. علياء اول مره تتصلينا؟ لا متصله قبل. حي الله اهل بغداد ومية هلا بيك علياتي. يلا علياء عيني ايش تسالين؟ اريد اخذ على مود بنتي. اي 2015. طيب 16/1. 16/1؟ ايه تمام. أرجع عنها هي ثاني ابتدائي. ثاني ابتدائي 16/1 مولودة الجدي. تمام. وزحل ترابية الطبع. ثاني ابتدائي. زين شنو ساعة ولادتها؟ بالوحدة بالليل. واحدة مساء. شنو اسمها؟ اسمها شنو؟ شنو اسمها؟ زهراء. زهراء. يلا عن ايش تسأليني زهراء؟ زهراء هاي صار يومين اخر اسبوع ما راح اكلمها بس تبكي. وهي مثل اسوي شلون ودائما بس تخاف من كل شيء من دقه الباب تقول لي وتخترع. ما الحكي. والله. طيب
بالنسبة لزهراء شعرها لون كأنه كستنائي أو بشجار؟ هي يعني شلون سهلة يعني حواجب شعرها سواد بيها شجار شوية بيها شجار تمام شوي. شوفي زهرة لا سمح الله أنت عملت لها تحليل سكر؟ تحليل سكر؟ أي سكر مع الأطفال شايفته؟ شايفته؟ لا لا طيب احنا نتمنى ان شاء الله ما يكون معاها هذا الموضوع، اسم الله يا ربي، اتمنى يا ربي. بس هي للعشريات الثلاثة من زهراء لهذا الموضوع قد يأشر لا سامح الله عن هذه المواضيع، يلا يا لا سامح الله، ما في بس تنتبهين على القادم، انا يطلع عندي ما في او ربما في طريق لهذا الموضوع بس تنتبهين لهذه الحالة، لأن سبب هذا الموضوع هي هبطة أو صرخة أو صوت عالي لهذه الطفلة أو لهذه المولودة اللي تركتها بهذه الحال، حتى نومها يعني نومها ايضا يعني مو هادئه، هواي تتقلب بالفراش وممكن تصحى بالليل مرتين وثلاثه. صحيح هي صح اجابات سويت لها. صحيح كلامي؟ صح حبيبتي معاها عارض، هذه معاها عارض، عارضها انا ما يعني ما ممكن وقررت ما احكي على الجو بصراحه، ولكن خطيه يعني وضعها بشيء من هالقبيل، هذه عندها عارض. خذيتها انا عود للسيد لما خذيتها طرعاني ما له دخل ما له دخل للسيد ولا هذه القضايا حبيبتي. هاي تروحين على صفحه برامج زاغروس بالعربي تكتبين هناك انا انطيك الجواب واقول لك. والله هواي معلق لي. حاولي اليوم ان شاء الله بحيل الله اليوم اجاوبك اكيد وعد. يعني لازم اسوي لها تحليل سكر؟ هو الان ما يطلع معاها لا سمح الله، ولكن شيء انت سوي التحليل، نتمنى انه يا ربي ما يكون قريب منها. نتمنى يا ربي ما يكون قريب منها. ولكن اذا استمر العارض معاها قد على الايام القادمه يعني يسبب لها حاله من السكر. لانه هذه الهبطه بصراحه او هذا العارض اللي مشكل عندها هو نتائج هالشكل. يعني اغلب الحالات اللي اغلب الحالات اللي ساعدتهم المدرسه ما تقدر تروح اكيد واحد طبعا اكيد تحب المدرسه وهون بالضبط هو هيك الموضوع. اولا اسم الله العارض شنو يسوي سكر بالدم اذا كانوا الاطفال، واذا كبرت لا سمح الله ايضا، او اذا كانت طفله يعني حتى امورها تتعقد تشوفين مدرسه ما راح ما تقدر تروح، اكو اشياء وايده تسويها. طبعا حاله الطفل تختلف عن الكبير هذا بسرعه جاوبيني في الوقت ان شاء الله يا ربي. بالنسبه لي اجر والله حبيبه قلبي عاود التعليق اليوم ان شاء الله بحيل الله تدلل صار ان شاء الله. علقت لك على مودي هم يعني برج الميزان حبيبتي صار من عيوني. انت بس اذكري حالتها الزهراء الطفله وقولي كذا وهي ما راحت مدرسه وكذا حتى يكون معانا الموضوع، لان نحن نترك هنا التفاصيل ونعرف ان شاء الله. تقدرين تشوفي لي فيديو عن ايش تحكين؟ ما ادري انا الاخر مخرج شي يقول يعني حالتي على الجو عندنا اتصالات مفتوحه ثانيه ما ادري الاخر مخرج شي يقول كيف بعد هو. اذا تحبين تعودين الاتصال مره ثانيه يا حبيبتي من عيني صار والله هو حصلنا والله جادق من جهازي. طيب يلا من وين انت تريدين شنو حابه اساعدك؟ انا برج الميزان 12/10 اي تمام اللي؟ اريد اعرف عن كل شيء عن الصحه. ميزان مولودة الميزان زهره وهوائي تمام. علياء اخت علياء تمام اي ايش اسم والدتك؟ مديحه. ساعه الولاده والله ما ذكرت يعني يلا نقيس على مديحه. بس اسالك سؤال يا علياء، انت قاعده بدور ثاني؟ شلون؟ انت ساكنه بدور ثاني؟ دور ثاني شنو؟ يعني شقه او 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 غرفتك بمكان عالي؟ هو بيتنا بس غرفتي فوق صحيح كلامي؟ ايه صح بس مو شقه يعني هو بيتنا طابقين يعني فوق غرفتي تمام 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 حلو. اسمعيني علياء قبل كل الامور اللي واضحه معي اكيد تمريني بحاله نفسيه واضحه، هاي الحاله النفسيه جدا واضحه معك يعني مسيطره عندك هاي الحاله، ويعني انت تنامين تقعدين تفتحين عينك تقولي هاي شنو انا هم قعدت هيك واصل الحال معك صحيح والله تمام صح والله. إيه الخلق عندك هسه انا ما بدي احبط عزيمتك بس الواقع واللي واضح معاك بهالطريقه هاي احنا ما نسميها مشاكل بس نسميها فلك او دائره فلكيه مرت على هذه الابراج خصوصا مولودة الميزان لهذه العشريات هسه اللي احنا نتحدث عنها من العشريه اللي انت معها. صحيح قبل فتره قلت لي لا تاخذين ادويه وهذا بس انا جربت اخذ الدوره يعني ما رديت علي والله. طيب
ما يخالف ما يخالف حبيبتي. أيوة. ما يخالف علياء ما يخالف. شوفي أيوة حبيبتي مع دورك يا سويك حبيبتي ما يخالف حبيبتي تتحملين يا قلبي ما يخالف. اسمعيني أيوة. علياء 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 أيوة. الفترة القادمة ما فترة إيجابية فترة إيجابية أيوة. ما تقلقين إن شاء الله الأمور لا بأس بها تتحسن تتحسن الأحوال أموركم تتعدل هذه العشريات اللي منتظرة أو لكن أنتوا أكو فد هدف هسه في أمامك حاطة فد شيء الآن يعني أكو فد فكرة تدور ببالك أو أكو فد حل أنت لقيتيه أو أنت تتحطين حل أو تفكرين بشيء يعني عامة أنت خالة فد شيء يعني مولود الميزان معايا عليا ولا انقطع الخط معايا حبيبتي وياكي والله هو أي يعني شلون بده يصير عندي ضيق نحس همين اي بالضبط هو التفكير أيوة. عن هذا الموضوع او الخلاص من هذه الحاله اللي انت بيها شنو شلون راح تخلص شلون انت تفكرين هيك تمام هسه احنا على الصفحه ايضا تركي تعليق الطفله وتعليق الجوا حتى تكون دويتو معايا افهم شنو اللي الحاله اللي راح تكون اناقشها وياك ان شاء الله اليوم صلاه وقران وادعيه يا رب خير يا رب خير العشر ايام القادمه راحة نفسية راح تكون عندك راح تتخلصين من ضيق النفس وراح تتخلصين من هذه الحالة اللي انت يعني اللي صاير صايبة معك ان شاء الله خير ان شاء الله خير قولي يا الله قولي يا الله يا ربي خير ان شاء الله حبيبة قلبي حبيبة قلبي مرحبا بيك علياتي يا مرحبا اهلا وسهلا بيك طيب في اتصال هاتفي ولا طيب اذا مشاهدينا الكرام فقرتي الصباحية انتهت معاكم لكن لقائي يتجدد بكم كل يوم صباح بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو حتى يكملون باقي فقراتهم الصباحية وانا كل معتاد راح اقول لكم باي باي.